نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن البطاطا أو عملية شاي البطاطا أو فرن شاي البطاطا. إذا نرجع للحنين للماضي، أيام الجميلة. البطاطا نية يتم الغسل جيدا وتنظيفها ووضعها بهذا الشكل. البطاطا تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات ونسبة من الدهون وأملاح معدنية وفيتامينات، إذن هي مفيدة، وجبة كاملة. نتحدث من ميدان العتبة يوم 19 نوفمبر 2020.